أعزائي الطلبة، عندنا مراجعة الوحدة الثانية من كتاب الإنجليزي صف سادس ابتداء المنهج الجديد. عندنا الوحدة الثانية It's made of، مصنوع من. عندنا هنا مواد مختلفة، مثل عندنا كوتن تيشيرت، إذا تيشيرت مصنوع من القطن، وولن سويتر، سترة صوفية، وليذر بوتس، جزمة جلدية، ودنيم جينز قطني، وعندنا هنا ربر رين بوت، جزمة مطاطية، وهنا ملعقة خشبية، وهنا عندنا قدر معدني، ميتال سسبانس، وغلاس جيك ابريق زجاجي. وعندنا هنا يسأل على المواد منين مصنوعة، was the jig made of، من أين مصنوع الجيج أو الإبريق، فيقول أكيد هنا من الزجاج، وهكذا البقية كلها على هالنمط هذا. هنا عندنا الأفعال اللي نستعملها بهذا الوحدة، عندنا there is، يوجد، هي مو أفعال وإنما نقدر نقول الأدوات اللي نستعملها، بس هنا عندنا أفعال، لأن الثلاث الأخيرات أفعال. there is للمفرد، و there are للجمع، و wearing يلبس، وعندنا is holding يحمل، و sitting يجلس. عندنا هنا الألوان موجودة أيضا، و made of الصناعات اللي منين مصنوعة، leather، woolen، و glass إلى آخره. وهنا الأسماء مثل سوفا، تشير، تيبل، سويتر إلى آخره. زين، هاي شلون نرتبها؟ نقدر نرتبها من خلال كلمة حلم، حلمس، أو نقول حلم يعني الحاء الحجم، الحجم يعني الحجم، أو الحجم مثلا كبير أو صغير، واللام اللون اللي هو هنا، والميم المادة، والسين الاسم، يعني هنا الحاء، اللام، والميم، وهنا ما طبعا ما يجي هيك بالوزارة، يجينا توصيلات واحنا نوصلهن. اتس ميتال كي، المفتاح اكيد مصنوع من المعدن، والمنضدة من الزجاج، والقفازات من المطاط، وهكذا البقية. زين، عندنا فقرة المول، المول ايضا ب هنا المول بمحل ألبسة رجالية، مين فيشن، وعندنا هوم كوكينج، محل أدوات الطبخ، وكيف الكافتيريا أو المقهى، وعندنا السوبر ماركت، الأسواق، والبلاي أريا، منطقة ألعاب، وتشيلدرن فيشن، محل ألبسة أطفال. وهنا يعني نقول هذا الطابق الأرضي، وهذا الطابق الأول، والطابق الثاني، كل طابق لازم احنا نحفظ الطوابق. بلاي اريا طابق ارضي هي، والاي تي ان كومبيوتينج يعني منطقة الالعاب والقضايا تخص الحاسبات. وهنا الملابس الطابق الاول، وعندنا هنا ملابس هنا ملابس رجالية الطابق الاول، اما الطابق الاخير فيشمل البقية. وهنا جاي يسأل يعني شن نلقي بالطوابق، اكيد من خلال المخطط السابق نعرف شكو. زين، عندنا هنا مثل واحد يريد يسأل بالمول طريقة السؤال ماله، اكيد لازم ينتبه للنوع المادة، مثل هنا metal one with glass lid، ذلك المعدني ذو الغطاء الزجاجي. it's too expensive، انه غالي جدا، والحجم ماله. can I help you، لاني ما اجن بالوزارة، فاحتمال هاي السنة تجي، يعني جاي يسأل السؤال هنا بالمول، يقول لك can I help you، هل استطيع مساعدتك، يعني هذا اللي ابو المول يحاكي الزبون.
يعني إذا بعد السؤال can you help you، الجواب يكون yes please. زين، هنا عندنا المعاكسات أيضا hard عكسها soft و plain chlorophyll و cheap expensive و thick thin و light thick و long short. إذا هي معاكسات مهمة تجينا بالفراغات أو معاكسات يعني فقرة spelling. زين، هنا عندنا خلي دائرة على الكلمة اللي تمثل المادة، مثل السوفت تاخذ الايس كريم، واللونج سكيرت يعني على الصورة يجيب صورة ويجيب، هاي ما اعتقد تجيب الامتحان البكالوريا لان بص بالاسئلة ما يجيب صور. عندنا هنا ظروف التكرار always usually often و sometimes تجي بين الفاعل والفعل الرئيسي، مثل هسه هاي I وهذا فعل رئيسي وهذا فاعل، اجت بنصهم often فموقعها بين الفاعل والفعل الرئيسي. هنا اسئلة على التمارين وجوابها. اذا اريد نسأل نجيب فعل مساعد بالبداية وفاعل وفعل رئيسي وعلامة استفهام ونجاوب اكيد لوب يس لوب نو. هنا الصور وقلنا الصور ما تجي بالامتحان، بس احنا لازم نعرف التفاصيل. عندنا كوتن كمز فروم، هنا كوتن، هنا شو وقت نستعمل كمز فروم وشو وقت نستعمل ميد اوف؟ شو وقت نستعمل كمز فروم؟ كمز فروم اذا كانت المادة جاية من الطبيعة، مثل عندنا الود الخشب، الود من الطبيعة، كتن من الطبيعة، فهاي نستعملها comes from. اما اذا احنا صانعينها فنستعملها made of. case هاي made of، وهنا الكيز اذا جمع نستعملها are made of، واذا مفرد مثل paper هنا ما بيها اس يعني نعتبرها مفرد فنستعملها is made of، ونفس الحالة هنا جمع نستعملها are made of. وذني المصنوعات الاكواب والصحونة والبيبر الورق، يعني هنا المصنوعات احنا صانعينهن فنستعملهن ميد اوف، واذا مفرد از واذا جمع ار. زين، هنا المادة اللي مصنوعة منها، مثل هنا بيبر مصنوع من الخشب، وعندنا القطن مصنوع من هنا اتى من القطن، اتى من البلانت النبات، يعني هنا هنا القطن ايضا مو بس النباتات، يجي ايضا من هنا العفو الول، الول الصوف، الصوف اتى من نعم الصوف اتى من الماشية وال يعني نقدر نقول الحيوانات جوتس ماعز وهكذا، هاي لازم ننتبه لها. عندنا شو وقت نستعمل البت وشو وقت نستعمل الاند، مثل هسه هاي بالجملة الاولى موست، موست تجوي الكميات الغير معدودة، البت تجوي الصم، البت شوف هسه هاي بت جت وياها صم، هنا ماست تجي وراها جمع. always قلنا ممكن ان تجي بين الكينونة اللي هو الزو ار وام والصفة، وهنا نفس الحالة هنا البط اخذت صم، هاي مو مهمة، احنا جاي نراجع الشغلات اللي مهمة. الفرق بين بط واند، اند قلنا جملتين مثبتات، هسه هاي الجملة مثبتة هاي منفية، اذا بط، هاي مثبتة هاي مثبتة اند. زين، ذن اثنين مثبتات ليش اخذت بط؟ احنا قلنا الصم تجي ويا البط، فالصم والنفي ياخذن بط والمثبتات ياخذن اند. هسه هنا اند لان جمل مثبتة، هنا نفي، عندنا نفي ناخذ بط، يعني وحدة منفية ناخذ بط، هنا نفي بط، هنا نفي بط، هنا مثبتات اند، يعني لازم نفرق بين البط والاند شلون نتعامل وياهن.
هنا أيضا أسئلة على القطع. المضارع البسيط والمضارع المستمر لازم ننتبه، هنا المستمر ياخذ ing، ف I'm getting up، I'm getting up. هنا أخذنا ال getting ليش؟ لأن عندنا I'm get up. هنا إذا بالبسيط ناخذ get up، ما تاخذ ing، أما بالمستمر ناخذ ing. هنا أخذنا ال work لأن ظروف التكرار تاخذ بسيط، أما المستمر ياخذ ing. I'm cooking، شوف هنا الكوك استبعدته أخذ الكوكينج لأن الام تاخذ ing، وهكذا البقية. هنا قواعد الوحدة الثانية إن شاء الله انتهت، ما بيها شي، بسيطة. وشكرا للمتابعة.